التجربة اللي هنشوفها دلوقتي، أو خليني أطلع كده وأوري حضراتكم عربية جديدة وجاية تنافس بقوة، ومن وجهة نظري بالخامات والكلام اللي موجود في العربية دي يخلينا نبص حتى على الرغم من إن سعر العربية عالي. بس سعر العربية عالي ليه؟ ده اللي هنعرفه لما نتفرج على التقرير اللي جاي ده، وأرجع لحضراتكم. تعاقدنا على 4 موديلات، ويمكن دي يعني ما بتحصلش كتير ان في حد لما بيبتدي يتعاقد مع شركة اجنبية بينزل ب4 موديلات مرة واحدة. احنا الحقيقة نزلنا، احنا عندنا ثقة في المستهلك المصري، وعندنا ثقة في قدرتنا، وعندنا ثقة كبيرة جدا في الشريك بتاعنا الصيني، هو شريك عملاق. احنا نازلين ب4 موديلات. اللي هيطرحوا في السوق المصري هما عربية سيدان اللي هي البي 70، وهنتكلم بالتفصيل على العربيات دي، عربية سيدان بي 70 وثلاث عربيات اس يو في او كومباكت اس يو في. احنا عندنا تي 77، التي 55 والتي 33. مع انطلاق عربية جديدة كان لازم يبقى عندنا أسئلة كتير، دايماً الأسئلة الكتير بتبقى مع أول ظهور عربية. النهاردة خليني أقول لحضراتكم كده، متفاجئ إن مش عربية واحدة، هم 4 عربيات زي ما حضراتكم شفتوا، وغير كده كمان في حاجات كتير بتحصل مع الجناح الأكثر إتقاناً في عائلة فاو. ومش عايز أحط مسميات لأن في مسميات كتير اتقالت، بس أنا شايف ان العيلة بتاعت فاو قررت تطلع العربية النهاردة اللي احنا شايفينها، او ال4 عربيات اللي النهاردة موجودين يخلونا نتكلم كتير قوي. فخليني قبل ببدأ اتكلم ارحب بضيفتي استاذة هبة عبد النبي، مديرة التسويق شركة بيستن ايجنت. اهلا بيكي ومبروك العربية الجديدة. اهلا بيكي يا تامر، الله يبارك فيك. ثانك يو. خلينا نبدأ الاول نقول البراند. يمكن انا بدأت بكلمة فاو، واحنا مفروض ننسى خلاص اسم فاو، صح كده؟ صح صح. هي مش قصدي ننساه، مش هننساه، بس هو مش البراند، هي الشركة الأم اللي هي بتنتج العربية دي، اسمها فاو، FAW. المصنع بتاع بيستيون مصنع مختلف عن الشركة بتاعت فاو. فالبراند ده الفلاجشيب بتاعها، او البراند الجديد بتاعها، اجدد واحد. وده في كلام كتير ان هو البراند الاكثر فخامه، او هو عندهم واحد بالزبط. تاني في براند تاني بالزبط. كمان في براند تاني اللي هو الفلاجشيب الكبير قوي، دي عربيه الرئيس اسمها الهونشي، بس دي مش هتيجي مصر دلوقتي خالص، او يعني عشان سعرها هيبقى غالي جدا. زي ما قلت لك دي عربيه الرئيس الصيني، لكن دي العربيات الاكثر تداولا بالزبط. يعني بالظبط كده. بس اولا خليني ارجع معاكي بالبدايه، انتوا موجودين في السوق في كماركت يعني في السوق المصري من السبعينات تقريبا، صح ولا لا؟ احنا عندنا توكيلات في يعني في حته ثانيه من السبعينات، فبقى لنا 50 سنة في السوق المصري بنتعامل مع المستهلك المصري، عندنا خبره جامده جدا في التوكيلات، فدي مش اول مره ناخد توكيل. فلا يعني احنا بس دخول العربيات هو اللي كان جديد شويه، طبعا دي ده اللي كان البيزنس الجديد واللاين الجديد بتاعنا، فان شاء الله ربنا يوفق. وده اللي يخليني انا سالت السؤال ده، لان ده اللي يخليني ابقى عارف ان في خلفيه خوف على الاسم، وخوف طبعا على سمعه شغال عليها بقالك سنين. طبعا يعني ايه اللي خلاكوا كشركه تفكروا في البراند ده؟ والله احنا فكرنا في البراند ده لان حسينا ان الاسم بتاع بيستيون لايق بينا. احنا دايما بنحب نقدم حاجه للمستهلك المصري تبقى بجوده معينه، تبقى كواليتي معينه، فهم اختارونا صراحه، يعني احنا اخترناهم وهم اختارونا كمان. هم عملوا علينا اودت كتير جدا قبل ما نخش في القصه دي. خليني اخش في العربيات شويه، ويمكن العربيه دي بالنسبه لي
اختيار عربية سيدان في الفترة دي في السوق المصري، كل الشركات دلوقتي بتتوجه للاس يو في، عندك 3 اس يو في موجودين. لكن خليني اقول انا من وجهة نظري الحصان الربحان هي العربية السيدان اللي موجودة بشكل مختلف. عجبني الكواليتي، عجبني الديزاين، جديد مش متاخد من حد، وعجبني التحالفات اللي حصلت. وجود شاومي كمان مع الشركة ده مخليني اسأل اسئلة كتير. كلميني عن العربية دي شوية، تحديدا البي 70. البي 70، طيب البي 70 السيدان الوحيدة اللي معانا في اللاين، بس احنا جايبين منها 3 فئات. حقيقة هي عربية بتتكلم عن نفسها، يعني الكلام اللي هقوله عليها مش هيكفيها. يعني هي عربية بتصنف في الميد سايز سيدان، هي واسعة جدا وطويلة جدا، وعربية فيري شيك. انا بشوفها ان هي الستار بتاعتنا الحقيقة في اللونش ده. حاسس ان انتم مركزين اكتر على العربية دي لانها يمكن الشكل، بقالنا كتير ما شفناش عربيات سيدان. ويمكن النهاردة في اللونش شايف ان الناس اكتر بتبص على العربيات السيدان. فعلا عندنا 3 عربيات تانيين في فئة الـ SUV. عندنا الـ T77 دي اكبرهم، عندنا الـ T55 دي الـ B70 بس الـ SUV. لا الـ B70 الـ SUV هي الـ T55. والله انا حسيت ان هي الـ ان هي الـ T70. لا الـ T77 اعلى واحدة، بس الـ T55 هي الـ SUV بتاعت الـ B70، وبعد كده في T33 هي الصغيرة. اوكي. على فكرة انا نسيت اقولك على معلومة مهمة، ان الـ B70 اول مرة تنزل في مصر، يعني في الميدل ايست كلها، في الشرق الاوسط. يعني اول النهارده ده لونش في الميدل ايست. هي مش موجوده في السعوديه، هي اول مره تجيلنا احنا هنا. هايل. انا بحب الحاجات دي، بحب ان احنا نبقى متميزين. فهي اكسكلوسيف عندنا، اول مره تنزل. هي تنزل طبعا في الخليج، بس هي اول مره تنزل لنا هنا. خليني اقول النهارده سمعت تسعير. يمكن الفتره دي شايفين ان المصنع الصيني بدا يروح لحته ثانيه، فبدا يحط تسعير مش متعودين عليه، بدانا نتخض من الاسعار. ده نتيجة الخامات ونتيجة الماتيريالز ونتيجة ان العربية تحولت من عربية في فئة اقل شوية لفئة اعلى شوية طبعا، ولا اصراره على دخول السوق الاوروبي خلانا نشوف العربيات دي بالاسعار دي دلوقتي؟ انا شايفة ان العربيات ابتدت تبقى الكواليتي بتاعها ابتدى يبقى عالي جدا. العربية من جوه لما تتفرج عليها كل حاجة معمولة بالايد، بالهاند ستيتشنج، التابلوهات مش بلاستيك طبعا. السوفت تاتش باين طبعا. اليوزر انترفيس اللي موجود جواها زي ما قلنا شاومي دلوقتي بقت من اكبر شركات التكنولوجي والموبايلز اللي في العالم. دي حته عجباني قوي، ومخلياني شايف ان الشاشات الماتيريالز بتاعتها عاليه جدا والسوفت وير كمان حلوه طبعا. بس فطبعا هي العربيات التسعير بتاعها مختلف شويه، وده فيرست جينيريشن. انا برضو دي حاجه مهمه عايزه اوصلها للمستهلك المصري، ان العربيات اللي بتشوفوها هنا هي العربيات الموجوده في الصين. الجينيريشن الجديده، يعني اللي راكب في الصين العربيه دي هي اللي موجوده هنا، وهي دي نفس العربيه اللي هتنزل ميدل ايست برضو. ايوه هي نفس دي التفاصيل، نفس السبيكس، كل حاجه. السبيكس بتبقى مختلفه شويه، بتبقى جي سي سي سبيكس، بتبقى طبعا متغيره يعني انجن اكبر شويه بالظبط، بس الشكل هو زي بره. ايه الجديد اللي بتقدموه النهارده مع اطلاق العربيه؟ وشايف حاجات كتير، يعني شايف العربيه داخله السوق، بتطمنينا بحاجات كتير خصوصا الصيانه والضمان. طبعا احنا عندنا السيرفيس سنتر بتاعنا هو فاتح خلاص. خلاص افتتح، خلاص مفتوح السيرفيس سنتر قبل ما العربيات كتير. طالما الكار بارك هيبتدي يبقى السيرفيس سنتر هيشتغل على طول. قطع الغيار موجوده. ويمكن هتكلم مع الجزء ده مع طبعاً مسؤول طبعاً. مع الافتر سيلز دايركتور. بس احنا عندنا، هسيبك يعني عند النقطه دي، بس احنا عندنا الافتر سيلز سنتر بتاعنا موجود هنا في 6 اكتوبر. هو 3 اس فاسيلتي و6000 متر. فاحنا وعندنا اول واحد عندنا بقى الخطه بقى المستقبليه بتاعتنا، ان احنا في الست شهور اللي جايه او 8 شهور هنفتح شوروم تاني في الناحيه الثانيه في التجمع، وهنعمل برده سيرفيس سنتر هناك. بالتوفيق. انا شايف بدايه قويه، بحييكم على الحفل اللي فيه تركيز على العربيات طبعاً. وانا بهتم جدا لما نبقى لونش من تركيز عربيات ودخول مع السوق بشكل محترم، وخصوصا الضمان النهارده كانت مفاجاه. صح. الافتر سيلز دايركتور باشمهندس احمد العبد هو بقى يتكلم معاكم في النقطه دي، هسيب بقى المهندس المختص هو اللي يمسك معاكم الحته. مبروك وبالتوفيق، واكيد هنتقابل تاني قريب وهنجرب العربيات الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد طبعا وشايلين لك واحده B70. شكرا. ميرسي هتام. كان لازم طبعا عشان نعرف العربية الجديدة، اهم سؤال الصيانة، قطع غيار، وخدمات ما بعد البيع. معي دلوقتي مهندس احمد العبد، مدير خدمات ما بعد البيع
مبروك العربية الجديدة ومبروك البراند الجديد. الله يبارك فيك يا تامر، منورنا، وان شاء الله نعمل شغل جامد كلنا مع بعض. ان شاء الله. يعني يمكن انا واحمد اتقابلنا كتير زمان في ركوب الموتوسيكلات. ايوه. دلوقتي رحنا للعربيات بقى. وانا بحب دايما لما حد يكون شغال في جزء معين او مهتم بخدمة ما بعد البيع يكون يوزر، يعني يكون راجل بيفك ويركب وفاهم كويس ان العربية هيحصل فيها ايه، وجهة نظر الاعطال. فطبعا ركوبك عالم الموتوسيكلات وفتره كبيره جدا خلاك تخش في الحته دي بشكل كبير، وحبك للعربيات وانا عارف من زمان انت بتاع عربيات تقيل. ربنا يخليك. طبعا النهارده اربع عربيات جداد. السؤال اللي بيبقى خايفينه اول ما بتنزل عربيه جديده، قطع الغيار، مراكز الخدمه، ايه اللي حصل في بيسيون اول ما جيتوا، وخصوصا ان عندك عربيات في فئات مختلفه، سيدان واس يو في، وخليني اقول عربيات الى حد ما خاماتها عاليه جدا هتخاطب شرائح مختلفه. هبتدي معاك من الاول خالص. احنا الموضوع ده احنا بنجهز له بقالنا اكتر من سنه، شغالين بهدوء خالص وبنحاول نخطط ونطلع طلعه قويه مظبوطه. فاحنا الحمد لله يعني جهزنا يعني كل ما يخص الاكتيفيتي او قطاع خدمه ما بعد البيع عندنا. احنا الحمد لله ابتدينا باول الطلعه بتاعتنا سبع مراكز خدمه. واحد رئيسي بتاعنا، الثاني الرئيسي بتاعنا هيفتح وهيبقى مفاجاه ان شاء الله، وقلنا عليها في الايفنت عندنا. هيبقى الناحيه الثانيه عندنا واحد في 6 اكتوبر ده اشتغل خلاص، ده اوريدي خلاص شغال اوبريشن. قطع الغيار جت، قطع غير تمام جت، كل حاجه جايبين ستوك قوي، ستوك كبير، عاملين يعني عاملين مجهود قوي. عندنا فروع تانية مراكز معتمده بقى، يعني عندنا اول اتنين بتوعنا، وبعد كده عندنا في المنصوره، عندنا في دمياط، عندنا في المعادي، عندنا في مصر الجديده. يعني بدايتنا سبعه، دي اول فيز عندنا، وطبعا احنا عاملين بلان قويه. بعد كده هيبقى في دايما توسع في الموضوع ده بالذات، لان احنا عارفين ان اهم حاجه عندنا هي الافتر سيلز. هو ده اللي يهمني، مش هشتري عربيه غير لما اطمن ان في قطع غيار وفي مراكز خدمه تصلح العربيه، ويعني حاجه ان شاء الله هتبقى على اعلى مستوى عشان نخدم البراند. بيستيون ده براند بريميوم، براند قوي جدا في الصين، واحنا جايبينه عشان نقدم نفس السيرفيس بتاعه بريميوم، واحنا نقدر ان شاء الله نقدم الخدمه دي ان شاء الله للناس. النهارده العربيه البي 70 خليني اقول هو اول اطلاق ليها في الشرق الاوسط. ايوه، النهارده في مصر هو الاطلاق الرسمي للعربيه دي في الشرق الاوسط. الموضوع ما كانش سهل بيتهيألي عشان تكون تاخد اولا توكيل من التوكيلات المهمه، وشركه كبيره، الشركه الاساسيه المالكه لبيستيون هي شركه فاو، اعتقد شركه كبيره، مش سهل الموضوع كان يحصل بسهوله يعني. طبعا مجهود، بذلنا مجهود معاهم جامد، اتعمل علينا اوديت كتير، اتشاف امكانياتنا ايه، الخبرات اللي شغاله في الموضوع، كل ده يعني الحمد لله ان احنا اشتغلنا معاهم على مدار فتره كبيره جدا عشان يتاكدوا ان كل حاجه ماشيه مظبوط، وان احنا في الاخر الكوبريشن اللي بيننا وبينهم لازم يبقى مظبوط، لان في الاخر هم طرف معانا، هم بارتنر معانا، فلازم هم كمان يبقوا فاهمين الكامبين القوي اللي احنا دخلنا بيه. احنا دخلنا بكامبين قوي جدا، فده لازم كان يبقى متظبط معاهم برضو يعني في نفس الوقت. في نفس الوقت طبعا. كل الناس او كل الشركات رايحه لعربيات الاس يو في، ايه اللي خلاكم تغامروا بعربيه سيدان في الوقت ده اللي ممكن، يعني انا من الناس اللي يعني كنت مفتقد العربيات السيدان، انك تخش تغامر في الوقت ده ان اغلبيه السوق بيدور على الاس يو في، وما تقول بدل ما اجيب اربع عربيات كنت اركز في ثلاث عربيات بس وما غامرش، خصوصا ان انت العربيه البي 70 اعتقد هي الحصان الربحان، يعني من وجهه نظري هي الاغلى في العربيات. البي 70 يعني هي الستار بتاعتنا، هي السيدان الوحيده والستار بتاعتهم هناك دي ليها معامله، هي الاغلى ليها حتى معاملة من العربيات الاس يو في حتى في 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 حجما، واحنا اول بلد تنزلها في الميدل ايست، احنا يعني نزلناها قبل اي حد، وهي موديل اسمه تي 55، هو اس يو في بس نفس اللاينز بتاعتها نفس الشكل. أوكي. فهم دول اول مره ينزلوا في الميدل ايست، يعني اول بلد ينزل فيها البي 70 والتي 55. والبي 70 انت زي ما انت بتقول وزي ما انت شايفها، احنا لما شفناها قلنا العربيه دي لازم تنزل، هتعمل كومبيتيشن رهيبه في السوق. وما عندناش سيدان، يمكن عندنا واحده او اتنين في الفئه دي هي اللي موجوده دلوقتي جداد، فاعتقد ان هيبقى فيها منافسه خطيره، والوانها حلوه، الوان كواليتي، حجم، يعني امكانيات، يعني مش يعني ديزاين، انت شايف الديزاين عامل ازاي، هتجرب وهتشوفه. جود لك ان شاء الله وبالتوفيق، ربنا يخليك، وبدايه قويه، وبتمنى لكم كل التوفيق في الظروف طبعا الصعبه دي، وجود ما فيش عربيات، في عربيات ولا هنلاقي بعد شويه؟ في عربيات، وهوضح تاني الكامبين عشان لو ما اتعملش عليه يعني بريس شويه.
احنا اول مره ننزل في الافتر، يعني يبقى عندنا ضمان 6 سنين انليميتد مايلج، عداد مفتوح انليميتد. انليميتد 6 سنين لو عملت لو عامل 500000 كيلو هايل. اوكي دي قافل ال دي اول مره تنزل، يعني ما فيش حد عملها قبلنا، وده خد مجهود مننا كبير جدا عشان المفاوضات معاهم وان احنا نوصل للليفل ده من الوارنتي. ده موضوع خد وقت شويه. عاملين حاجه كمان قويه جدا برده ما اتعملتش، او يعني قليل جدا ان تتعمل. عاملين اول سنتين صيانه مجانيه زيت وفلاتر او 40000. دي برده يعني اول 40000 او سنتين زيت وفلتر ببلاش. زيت وفلتر ببلاش. انا عجباني فكره ان انت مش قافل الست سنين الضمان بعدد معين من الكيلومترات. دي حاجه يعني احنا يعني حاربنا فيها والحمد لله وصلنا لها، وحاجه تخلي الناس تطمن وتبقى عارفه ان العربيه دي بريميوم كواليتي. هيشوفوا حاجه جديده، هيجربوا الشاومي انترفيس. دي انا يعني متحمس، عايز اجرب الموضوع. الموضوع الشاومي والانترفيس بتاعها السوفت وير بتاعها والشاشات والموضوع، يعني العربيه تحفه وان شاء الله نكسر بيها الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، نتمنى لكم كل التوفيق وهنجرب وان شاء الله عربيات اكتر الفتره الجايه. ربنا يخليك يا تامر، انت منورنا. شكرا. ونورتنا في باستيون اللونش بتاعنا، وبجد نورتنا. ميرسي ميرسي. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. شركة مسرح الوان اوتوموتيف. اوكي بنقدم عربيه اسمها بيستيون. اوكي بيستيون اصلا هي بريميوم براند اوريدي من شركه فاو. شركه فاو معروفه كبيره جدا في مجال صناعه السيارات عموما، برضو في العالم وفي الصين كمان، وشركه ضخمه كبيره جدا كمان في الصين. عندهم عربيتين تو براندز، عندهم الهونشي دي موجوده بره مصر، عربيه فخمه جدا وكده، وعندهم بقى تاني براند بعد كده اللي هو بيستيون. بيستيون احنا عندنا بنقدم اربع موديلات، 3 SUVs وواحدة سيدان. عندنا T77 Pro وعندنا T55 والT33، دول الSUVs. وعندنا B70 هي دي السيدان. اللي بيميزها ان هي عربية ممكن تكون مختلفة جدا وتكون جديدة قوي بالنسبة للعربيات الصيني او التقليد عن العربيات الصيني الموجودة في مصر. خاماتها محترمة جدا، خامات من اعلى جودة، وغير كده نظام الامان كمان واخدة اعلى تقييم من نظام الامان، ما بتختلفش فئتها من انظمة الامان البريكنج سيستم، كل ده كل واحد. كمان بتقدم رفاهيات وبتقدم كماليات موجودة اوريدي كمان في اعلى فئات اوريدي موجودة في سوق المصري، كمان من اقل فئة عندها هي بتقدم كل ده اصلا. بيستيون عملت شراكه مع شاومي، وشركه شاومي زي ما انتم عارفين عملاق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها، وقدموا عربيه هي اخر يعني اخر التكنولوجي او اخر اجيال التكنولوجي الميكانيكيه، وكمان اخر اجيال يعني واحدث التقنيات اللي موجوده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والرفاهيه داخل العربيه، بالاضافه للسلامه طبعا. هيكل العربيه هيكل قوي جدا، وكلنا عندنا خبره قوي كبيره في السوق المصري تقريبا من ان هياكل العربيات الصيني بشكل عام يمكن بتتميز بالهيكل المتين، الهيكل القوي، زائد منظومات سلامه كتيره جدا في العربيه. السلامه الباسيف اللي في العربيه تتعلق بالكونستراكشن بتاع العربيه، تتعلق برؤيه، بتتعلق بحاجات كتير قوي. هي دي الباسيف سيفتي. الدايناميك سيفتي فيها كتير قوي، ما بين الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، فيها حاجات كتير يعني كان هناخد يوم عشان نقعد نشرح التكنولوجي الخاصه بالسيفتي اللي موجوده في العربيه. العربيه انا شخصيا بشوف عربيه بقى لي حوالي يمكن 28 سنه، والله العظيم بكلم بصراحه، اول مره اشم ريحه الزيرو في عربيه صيني انا شميتها في العربيه البستيون بكل صراحه. انا مبهور جدا مبهور جدا، لاني فجاه تذكرت اول ايفنت اتعمل لسياره صينيه في مصر سنه 2002 اعتقد او 2003، والمستوى بتاع العربيات من حيث الكواليتي والاوبشنز اللي في العربيه والمستوى اللي انا شايفه النهارده. فبجد الناس دي اتقدمت، يعني انا كان ليا طبعا الحظ ان انا اخش بعض مصانع لبعض العلامات الصينيه، فما شاء الله وصلوا لمرحله متقدمه جدا،
وفي علامات صينيه في اخر سنتين او ثلاثه تقريبا تصدروا مبيعات السوق وحققوا ارقام رغم كل الظروف اللي بيعاني منها سوق السيارات، ارقام متميزه جدا يعني. الصيني اختلف تماما الفتره اللي فاتت دي، بقى فيه الاهتمام اكتر بموضوع الكواليتي والماتيريال بتاع العربيات. النهارده في برضه في مفاجاه في الايفنت ان العربيه تقريبا الضمان بتاعها كيلومتر مفتوح، مهما تعملي مليون كيلو 2 مليون كيلو 600 الف كيلو 500 الف كيلو في مده اقصاها 6 سنين. فالنهارده العربيات شكلها حلو قوي، الديزاين لطيف جدا مختلف عن بقيه العربيات الموجوده، وزي ما قلت لك الكواليتي والماتيريال بقت هايله جدا جدا. عربيه مش جديده على السوق وعربيه ليها تاريخ كبير، واحنا بنتشرف بالوكيل الجديد انه يبقى من ضمن مجموعه واسره قطاع السيارات في مصر، لان هم اسره محترمه واسره تاريخها كبير. ان شاء الله انا متوقع نجاح قوي جدا 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 للعربيه، وان شاء الله هيبقى ليها قطاع وشريحه كبيره جدا من المستهلكين. اللي عجباني هي السيدان، الميد سايز سيدان شكلها حلو. المميز في كل العربيات اللي شفتها انها مصروف جامد على الخامات الداخليه قوي. الحاجه الثانيه كسبانه جامد ان هم عاملين نظام الترفيه مع شاومي، ودي كانت بالنسبه لي دايما نقطه ضعف في العربيات الصيني، ان دايما نظام الترفيه بيبقى واقع شويه، بيبقى فيه سقطه زي ما تقولي، لكن ان هم يتحالفوا مع شاومي ويعملوا نظام ترفيه دي خطوه كبيره. العربيه جميله جدا والالوان كلها احلى من بعض، يعني عندك اللون البيبسي، اللون الابيض، الاحمر، الوان كلها خطيره بجد والله. وبعدين الفرق دلوقتي في المنتجات او العربيه دي، ان اللي انا شفته فيها غير اللي شفته في عربيات الصيني قبل كده. يعني عجباني في حاجه ان نازله بعد قرار السيد الرئيس مواصفات اوروبيه، منتج بجد يشرف يعني، غير المنتجات القديمه خالص يعني.